الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شعار القوات المسلحة. أذاعت قناة إكستر نيوز الأحد بيانا عاجلا أفادت فيه بوفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بعد إصابته بفيروس كورونا. المصدر المصري اليوم. وذكر البيان أن القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى ابنا من أبنائها اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وفته المنية اليوم الأحد نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد. وكما أيضا أصيب عضو الشيوخ الأمريكية ريند بول بفيروس كورونا. واليوم إيطاليا وفاة 651 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 5476 شخص. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين من الأوبئة ومن الأمراض ومن كل سوء. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.